مريض القولون العصبي هو واحد المريض اللي كيعاني من تشنجات في المعدة، تشنجات في الأمعاء، واحد الحركية سريعة لهذه المنطقة. دونك هو الشخص اللي كيحس بألم في البطن، الشخص اللي كي بعض المرات كيعاني من الإسهال. دونك الحمية الغذائية ديالو هي العلاج ديالو. إذا سمحنا له باش يصوم فهو خصو يلتزم بواحد النوع ولا واحد مجموعة من النصائح اللي هي جد مهمة. مثلا خصو يجتنب مشتقات الحليب، لأن مادة اللاكتوز اللي كاينه في الحليب هي واحد المادة اللي صعبة الهضم، عسيرة الهضم، اللي كتزيد من حدة دوك التشنجات. خصو أوسي يتجنب البروتينات الحيوانية، لأن البروتينات الحيوانية هي بطيئة الهضم، خصها واحد 4-5 سوايع باش يتم الهضم ديالها، مع العلم بأنه هو عنده واحد تسرع ديك الحركية ديال الأمعاء، دونك ما يقدرش يصبر 4-5 سوايع باش يهضم هذوك البروتينات الحيوانية. كنطلبوا منه أوسي بأن يتناول واحد وجبة ديال الإفطار اللي كتكون مشبعة، يعني أو ميم طون هذيك الوجبة يكون فيها إفطار ويكون فيها الوجبة العشاء، ماشي بحال مرضى الجهاز الهضمي اللي كنقولوا لهم خص الإفطار يكون خفيف واللي خصهم يتعشاو. يعني مثلا مرضى الجهاز الهضمي خصهم 3 غوبا، خص إفطار، خص عشاء وخص سحور، في حين بأن مرضى القولون العصبي فهم خصهم وجبتين، يعني اكتفي بوجبتين، وجبة إفطار ووجبة سحور.